أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة الميثاق الوطني ومقال للكاتب أحمد صبري عن مسار الصحافة العراقية قبل الاحتلال الأمريكي وبعده. فعندما نستذكر تاريخ الصحافة العراقية نتوقف عند صدور أول صحيفة عراقية عام 1869 في عهد الوالي العثماني مدحت باشا واسمها الزوراء، التي صدرت في 15 من حزيران من ذلك العام. وأصبح ذلك التاريخ مناسبة يحتفل فيها الصحفيون العراقيون كل عام، ولعبت الصحافة العراقية التي كانت على عدد أصابع اليد دورا مهما في تعبئة الشارع العراقي في مواجهة الأخطار التي كانت تهدد البلاد، متبنية وجهة النظر الرسمية في تعاطيها مع الأحداث، خصوصا خلال الحرب العراقية الإيرانية واجتياح الكويت والحصار وصولا إلى احتلال العراق عام 2003. كانت الفترة التي أعقبت احتلال العراق لا تشبه تلك الفترة التي سبقت الغزو من حيث الدور والمهام والتوجهات، فالفوضى التي عمت عالم الصحافة كانت مثيرة وغير مسبوقة في تاريخ العراق. فلأول مرة تصدر أكثر من 50 صحيفة ومجلة تنشر ما تشاء من دون ترخيص من الدولة التي كانت غائبة في تلك الفترة، ودخل المال السياسي خصوصاً الأجنبي من خلال تمويل ودعم أصحاب الصحف من دون مساءلة أو حتى الاكتراث من هذا المنح الخطير الذي يتعارض مع موجبات وأخلاقيات العمل الصحفي ورسالته النبيلة وأمن الوطن وسيادته. فتلقى عشرات الصحفيين هبات ومساعدات ومكافآت من الاحتلال وجهات أجنبية لدعم استمرار صحفها بالصدور ونشر إعلانات مسيسة ومدفوعة الأجر تروج لمشروع الاحتلال وأهدافه بالعراق رغم الكوارث التي أحدثها في حياة العراقيين. وهذا العهد الجديد في مسار الصحافة العراقية كان عهداً تداخلت فيه عوامل الرغبة في الاستحواذ على المال لقاء ما ينشر ويروج لمشروع الاحتلال وأدواته، وهو بالأحوال كافة كان مساراً خطيراً عرض الوطن وسمعة ورسالة الصحافة العراقية التي كانت دوماً مصطفة مع شواغل المواطن وهمومه وتطلعاته بوطن مستقل وغير قابل للمصادرة والهيمنة. ورغم هذه الانتكاسة الخطيرة في مسار الصحافة العراقية، فإن معظم الصحفيين العراقيين سواء أكانوا يديرون صحفاً أو يعملون في صحف محددة بقيت أقلامهم مشرعة، رفضوا إغراءات المال السياسي ومشروع الاحتلال وتمسكوا بثوابت العمل الصحفي ورسالته التي تستند إلى قول الحقيقة والدفاع عن الوطن ورفض قيود الإذلال والتبعية. ما أن يعقد مؤتمر دولي لبحث انتهاكات حقوق الإنسان إلا وكان العراق على قائمة الدول التي يتعرض فيها المواطن لأنواع الانتهاكات كافة بدرجات مختلفة، فمن استهداف الصحفيين إلى نقص الخدمات الأساسية والحرمان من حق الحياة، ومن الجوع إلى الفساد وتخريب البيئة، ومن الاعتقال والتعذيب إلى الاختطاف والاختفاء القسري. وها نحن على مشارف اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري لترتفع الأصوات دولياً من جديد مطالبة بالتقصي عن مصير المختفين في أرجاء العالم، ومن بينها العراق الذي حسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر هو الأكبر في أعداد الأشخاص المفقودين في العالم. وحول الموضوع نستمع إلى مقال للكاتبة هيفاء زنقنة نشرته صحيفة القدس العربي. وتتجلى خصوصية الوضع العراقي في جانبين، هما أولاً ازدياد عدد الضحايا بشكل مستمر وعلى اختلاف الحقب الزمنية، وثانياً تجزئة القضية حسب الأجندة السياسية لتلك الحقبة. ففي حزيران يونيو من عام 2020 أصدرت بعثة الأمم المتحدة بالعراق يونامي تقريراً موثقاً عن المفقودين بالعراق. كانت صورة الغلاف
لقطة ثابتة من مقطع فيديو للمفوضية العراقية العليا لحقوق الإنسان، يظهر فيها أطفال من محافظة الأنبار يحملون صوراً ووثائق ثبوتية لأقارب مفقودين، وتكاد الصورة تتكرر في معظم التقارير الدولية السابقة واللاحقة مع تغيير بسيط، كأن يستبدل الأطفال بمجموعة من النساء يلتحفن السواد وهن يرفعن صور أقارب مفقودين، أو تغيير عنوان التقرير لتتراوح العناوين بين مفقودين ومغيبين ومختفين قسراً، ويبقى الوضع المأساوي كما هو بلا تغيير على مر السنين. يتعرض المواطن في العراق لكافة أنواع الانتهاكات بدرجات مختلفة، فمن استهداف الصحفيين إلى نقص الخدمات الأساسية والحرمان من حق الحياة، ومن الجوع إلى الفساد وتخريب البيئة، ومن الاعتقال والتعذيب إلى الاختطاف والاختفاء القسري. وتواصل العوائل أو النساء في معظم الأحيان، لأن المغيبين هم غالباً من الرجال، ملء استمارات بيانات بالمفقود: عمره، شكله، تاريخ الاختفاء، مكان الاختفاء، تاريخ آخر مشاهدة، وظروف الاختفاء، ثم ينتظرن وضع حد لانتظارهن الذي كما تشير شهادات العديد من النساء يمتد لسنوات، يبقين فيه معلقات بين الحياة والموت بلا شهادة وفاة أو ما يمنح الأمل بالحياة. تقدر اللجنة الدولية للمفقودين أن العدد قد يتراوح بين 250,000 ومليون بين 250,000 ومليون شخص، ويؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة أن العدد يقارب المليون. وتوثق منظمة هيومن رايتس ووتش منذ عام 2016 عمليات الإخفاء القسري المستمرة على أيدي قوات الأمن العراقية، لتخلص في تقريرها الجديد لهذا العام بأن السلطات في بغداد وكردستان لم تفعل ما يكفي لمعاقبة الضباط والعناصر المتورطين في حالات الاختفاء. وفي كل حالة راجعتها المنظمة لم ينجح أقارب الضحايا في الحصول على معلومات من السلطات حول مكان المفقودين. وتقول الكاتبة هيفاء زنقنة: يظهر رد الفعل الحكومي السياسي على المأساة الموثقة دوليا ومن قبل منظمات المجتمع المدني بشكل يراوح ما بين الإقرار والإنكار، وفقا لأجندة النظام السياسية وطائفية الأحزاب والميليشيات. اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري بالأمم المتحدة، وهي هيئة تتألف من عدد من الخبراء المستقلين وترصد أعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري من جانب الدول الأطراف، تطالب الحكومة العراقية وبضغط مستمر على مدى سنوات من منظمات حقوقية محلية ودولية للسماح لها بزيارة العراق وتنظيم لقاءات مع أهل الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والتجمعات والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة. وحصلت اللجنة على الموافقة أخيراً، وستتم الزيارة في تشرين الثاني نوفمبر 2022. قد لا تكون هذه الزيارة الدواء السحري لمحنة الاختفاء القسري، إلا أنها خطوة إيجابية وبالاتجاه الصحيح إذا ما نشطت منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأوساط الأكاديمية في تقديم طلباتها للاجتماع باللجنة أثناء زيارتها وتوفير بيانات الضحايا. وبإمكان اللجنة في حال تلقت معلومات تستند إلى أدلة صحيحة بأن ممارسة الاختفاء القسري جارية على نطاق واسع وبصورة منهجية أن تعرض المسألة على الجمعية العامة، حيث ينص عمل اللجنة على أن الاختفاء القسري جريمة إذا تمت ممارسته بطريقة واسعة النطاق أو ممنهجة، فإنها قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية. وضع تقرير دولي العراق ضمن قائمة أكثر البلدان في العالم هشاشة لافتا إلى وجود 3 ملايين امرأة وطفل بحاجة إلى الحماية والمساعدة، وتحدث عن وجود أزمة كبيرة للثقة بين المواطن والسلطة، معتبرا مكافحة الفساد يشكل أولوية واهتماما لدى العراقيين.
وذكر تقرير أعدته منظمة وورد فيتشن العالمية لبرنامج المساعدات الإنسانية والتنمية وترجمته صحيفة المدى أن العراق هو أحد أكثر الدول هشاشة في العالم ومبتلا بتحديات كثيرة بعد عقود من حروب ومعارك وعدم استقرار. وأوضح التقرير أن العراق هو بين ما يعتبر من البلدان ذات الدخل الأعلى من المتوسط ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن هذا التصنيف يفضي عن عدم عدالة في توزيع الثروات على نحو كبير، وشدد على أن تكرار الصراعات والمعارك داخل البلاد وفي المنطقة عمل على منع تحقيق الاستقرار، وتركت تلك الصراعات والمعارك ملايين من الناس يعيشون حالة نزوح في أنحاء مختلفة من البلاد، مولدة بذلك احتياجات إنسانية كبيرة. لفت التقرير إلى أن أكثر مؤشر توضيحاً وشمولية للسياق الذي يعيشه العراق هو مؤشر حالات الهشاشة المدعوم من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي وضع العراق في التسلسل 11 كأكثر دولة هشاشة في العالم من مجموع 175 دولة اطلع على أوضاعها. وأكد التقرير أن المعلومات تشير إلى وجود 250 ألف لاجئ سوري في العراق لغاية كانون الثاني من عام 2021، موزعين عبر مخيمات دهوك وأربيل وحلبشة والسليمانية، فضلاً عن وجود 1,200,000 ألف نازح عراقي ما زالوا يعيشون في مخيمات ولم يرجعوا إلى مناطقهم الأصلية. وبينا أن 98% من النازحين في محافظة نينوى هم من أبناء المحافظة نفسها، مؤكداً أن ثلثي بيوتهم محطمة، مما يعيق من عملية رجوعهم لمناطقهم وأحيائهم السكنية. ورأى التقرير أن هذه الحالة زادت من معوقات حصولهم على مساعدات إنسانية من قبل المنظمات المختصة وذات العلاقة. ويواصل التقرير أن ثقة الناس بالحكومة قد تناقصت عبر العقد الماضي على نحو كبير، وذلك ناجم عن الاستياء من حالات الفساد وضعف المحاسبة والمساءلة وغياب فرص العمل وعدم العدالة في توزيع الخدمات. بين التفاؤل وما تسببه الإسلاموفوبيا من مشكلات يعيش مسلمو بريطانيا حكاية كثيراً ما يتم التغاضي عنها، بحسب الناطق باسم الشؤون العامة في مجلس مسلمي بريطانيا مقداد فيرسي. ويسلط فيرسي في مقال له في صحيفة الجارديان الضوء على استطلاع حديث للرأي يشير إلى أن ما يصل إلى 69% من مسلمي بريطانيا تعرضوا لممارسات إسلاموفوبية في أماكن عملهم. ويستعرض فيرسي صور التمييز والإسلاموفوبيا التي يعاني منها المسلمون في بريطانيا، لكنه يكشف أن مسلمي بريطانيا ما فتئوا يحققون نجاحات باهرة في التغلب على المصاعب، ويتحدون الصور النمطية التي يرسمها لهم أتباع اليمين المتطرف وحلفاؤهم. ثمة حكاية قوية بخصوص المسلمين البريطانيين كثيراً ما يتم التغاضي عنها، ألا وهي حكاية الانتماء والتفاؤل. يسهل على المرء استيعاب لماذا، وذلك أننا نرى على العديد من المستويات داخل المجتمع حواجز الإسلاموفوبيا تمنع المسلمين من المشاركة كمواطنين متساوين. خذ على سبيل المثال مكان العمل. يظهر استطلاع للرأي أجرته مؤخراً مؤسسة هايفن سافانتا كومرس أن ما يصل إلى 69% من مسلمي بريطانيا تعرضوا لممارسات إسلاموفوبية في أماكن عملهم. وإذا كنت مسلماً أسود البشرة فإن تلك النسبة ترتفع إلى 76%، مجرد أن يكون للمرء اسم مسلم يقلص من فرصه في إيجاد وظيفة أو شقة للسكن أو حتى الحصول على تأمين، أو لنأخذ بالاعتبار النظام التعليمي. لقد أظهرت دراسة من إعداد وزارة التعليم أن 18% من التلاميذ الذين استطلعت آراؤهم في إنجلترا رأوا أطفال آخرين يتعرضون للتنمر لمجرد أنهم مسلمون،
وتكرر ذلك في الإجابات التي وردت على استطلاع للرأي أجرته مؤسسة تشايلد لاين، والذي أظهر أن الفتيان المسلمين بالذات كانوا يوصمون من قبل أقرانهم بأنهم إرهابيون أو مفجرون. أو خذ المجال السياسي مثالاً آخر، فسواء كان ما يواجهه المسلمون هو الإسلاموفوبيا المؤسسية المستشرية داخل حزب المحافظين أو التحديات الأصغر حجماً رغم خطورتها الشديدة داخل حزب العمال، حيث يعاني أكثر من واحد من بين كل 4 مسلمين من أعضاء الحزب من الإسلاموفوبيا بشكل مباشر. وحتى الذين ينجحون بالرغم من الحملات السياسية الإسلاموفوبية ينتهي بهم الأمر إلى مواجهة الإسلاموفوبيا داخل المكتب، بما في ذلك صادق خان الذي يحتاج إلى حماية على مدار الساعة طوال اليوم والليلة بسبب لون جلده والإله الذي يعبده. توصلت دراسة أعدها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ من العاصمة الفنلندية هلسنكي مقرا له إلى ارتفاع عائدات النفط الروسية على الرغم من العقوبات المفروضة من الدول الغربية على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا. وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن عائدات روسيا من الوقود أكبر صادراتها إلى حد بعيد ارتفعت إلى مستويات قياسية في الأيام 100 الأولى من حربها على أوكرانيا، مدفوعة بمكاسب غير متوقعة من مبيعات النفط وسط ارتفاع الأسعار. وجاء هذا الارتفاع في وقت يدعو فيه المسؤولون في أوكرانيا الدول والشركات العالمية مرة أخرى إلى وقف تجارتها مع روسيا تماماً، فيما قال أوليغ أوستينكو المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي في بيان: نطلب من العالم أن يفعل كل ما هو ممكن من أجل عزل بوتين وآلته الحربية عن كل تمويل ممكن، لكن الأمر يستغرق وقتاً طويلاً للغاية. وعلى الرغم من أن صادرات الوقود الأحفوري الروسية بدأت في الانخفاض إلى حد ما من حيث الحجم، حيث تتجنب المزيد من الدول والشركات التجارة مع موسكو خوفاً من العقوبات، إلا أن ارتفاع الأسعار أدى إلى إلغاء آثار هذا الانخفاض. ووجدت الدراسة أن أسعار الصادرات الروسية للوقود الأحفوري كانت في المتوسط أعلى بنحو 60% عن العام الماضي، حتى مع مراعاة حقيقة أن النفط الروسي ينخفض بنحو 30% عن أسعار السوق الدولية. وتحاول الدول الأوروبية وقف اعتمادها على الطاقة الروسية، حيث حقق الاتحاد الأوروبي معظم التقدم في خفض وارداته من الغاز الطبيعي من روسيا، واشترى أقل بنسبة 23% في المئة يوم الأولى من الغزو مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ومع ذلك فقد وجد مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف أن الدخل في شركة غازبروم عملاق الغاز الروسي المملوك للدولة ظل مرتفعاً بنحو ضعف ما كان عليه في العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع أسعار الغاز. بفساتين بيضاء وطرحات خضراء طويلة تغطي النساء بالكامل وبالذات تقليدية للرجال، تزوج حوالي 70 ثنائياً في العاصمة الأفغانية كابول خلال زفاف جماعي يرتب بتكاليف أقل في حضور حركة طالبان. ولم يرغب المنظمون في الكشف عن تكلفة الحفل، وقدمت جمعيات خيرية للأزواج الأدوات المنزلية الأساسية. وقد ارتدى العرسان سراويل وقمصانا أفغانية تقليدية تحت سترة زرقاء بلا أكمام، وغطوا رؤوسهم بقبعة بيضاء مسطحة صغيرة فوق الجبهة، فيما ارتدت العرائس فستانا أبيض طويلا تحت شال أخضر لامع كبير غطى رؤوسهن بالكامل وجزءا كبيرا من الجسم. والكاريكاتير أسلوبه الخاص في التعبير عن الواقع،
أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.